الحركة العمرانية في جامعة جابر بن حيان الطبية. عملت جامعة جابر بن حيان الطبية ضمن خططها الاستراتيجية إلى تطوير البنى التحتية واستحداث عدد من المشاريع الهندسية التي تدعم مقومات العملية التعليمية داخل الجامعة لتكون صروح علمية تواكب التطور، بما يتضمن تلقي طلبة كليات الجامعة معلومات وتدريبا عمليا بمستوى متقدم للوصول بهم إلى أعلى حافات العلم لشغل مواقعهم بعد التخرج. وجرى تنفيذ هذه المشاريع بتضافر جهود الملاكات الهندسية والمتمثلة بقسم وشعب الإعمار والمشاريع في الجامعة. أولا، مختبر البايوتكنولوجي. يعد مختبر البايوتكنولوجي من أحدث مختبرات الجامعة، ويتضمن أحدث الأجهزة والأدوات المختبرية وفق المواصفات والمعايير العالمية التي تسعى إليها الجامعة. ويتميز المختبر بتجهيزه بأفضل السطوح المختبرية والمقاومة لشتى أنواع المواد الكيميائية المختبرية والميكروسكوبية، وتجهيزه بوسائل الإيضاح العلمية وبنظم صوت عالية الجودة. ثانياً، مختبر محاكاة الصيدلة السريرية. يعد هذا المختبر من أهم المختبرات التي أنشأتها الجامعة في عام 2021، والذي يتضمن معدات مختبرية ذات جودة عالية ومجهز بأحدث التجهيزات، والذي يحقق نفعاً علمياً كبيراً لطلبة كلية الصيدلة السريرية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية 15 طالب وطالبة وبمساحة 35 متراً مربعاً. كما أهلت الكلية مختبر الأدوية والسموم، والذي يعد من المتطلبات الرئيسية للعملية التعليمية في الكلية مع توفير المعدات اللازمة للمختبر، ويتسع لـ40 طالب وطالبة وبمساحة تقدر بـ140 مترا مربعا. ثالثا، مختبر العلوم المختبرية السريرية. ضمن خطة المشاريع العمرانية التي سعت إليها الجامعة تأهيل مختبر العلوم المختبرية السريرية، والذي يعد من متطلبات تخصص الصيدلة السريرية ويستوعب 40 طالب وطالبة وبمساحة تقدر بـ132 مترا مربعا. وهو من المختبرات الحديثة المجهزة بأحدث التجهيزات المختبرية التي من شأنها أن تعد صيادلة متميزين يرفدون المؤسسات الصحية بخبراتهم المتراكمة التي نهلوها من الجامعة ومختبراتها الحديثة والمتطورة. رابعاً، مختبري العقاقير والنباتات الطبية والكيمياء الصيدلانية. أهلت الكوادر الهندسية التابعة لجامعتنا هذين المختبرين، اللذين يختصان بدراسة العقاقير والنباتات التي تستخدم في المجال الطبي والصيدلاني، كما تم تجهيزهما بأحدث المعدات العلمية الحديثة التي تواكب المتطلبات العلمية المتطورة لإعداد نخبة من الصيادلة المتميزين، والذي تبلغ مساحته 128 مترا مربعا ويتسع لـ40 طالب وطالبة. خامساً، مختبر المحاكاة. يتضمن هذا المختبر أحدث تقنيات المحاكاة للحالات المرضية السريرية، وأنشئ هذا المختبر بهدف تدريب الطلبة على مختلف الحالات السريرية ليكون مؤهلاً عند عمله في المؤسسات الصحية، ومع ازدياد أعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب، مما يجعل التدريب داخل المستشفيات غير كافٍ، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء هذا المختبر. وكذلك بالإمكان إقامة ورش عمل ودورات تعنى بالمجال الطبي من قبل الجامعة، وبالتعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. سادساً، مجمع الإمام الصادق عليه السلام. ويضم هذا المبنى قاعة تعد من أكبر قاعات الجامعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 طالب وطالبة، مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية. كما يضم المجمع مختبرين تم إنشاؤهما من قبل الكوادر الهندسية في الجامعة وفق تصاميم معمارية رصينة. سابعاً، قاعة البيروني. من ضمن خطة الجامعة لتطوير البنى التحتية هي تطوير قاعة البيروني وتجهيزها بأحدث اللوازم الحديثة من أجهزة ووسائل تعليمية، وتبلغ مساحتها 126 متراً وتتسع لـ178 طالب وطالبة. ثامناً،
ملحق الأقسام الداخلية، حرصت الجامعة على توفير سكن ملائم لطالبات الجامعة، وذلك من خلال تهيئة بناية جديدة ملحقة ببناية قسم الوفاء الداخلي للطالبات وتجهيزه بشكل كامل. تاسعاً، إنشاء ملعب خماسي. أولت الجامعة اهتماماً كبيراً بالجانب الرياضي للطلبة، تمثل ذلك بإنشاء ملعب خماسي لكرة القدم لتنمية مهاراتهم الرياضية وجعلها متنفساً لهم، وكذلك لإقامة البطولات الرياضية في رحاب الجامعة. عاشراً، قاعة الكندي. شملت عمليات الصيانة أيضاً تأهيل قاعة الكندي، والتي تبلغ مساحتها 158 متراً مربعاً وبطاقة استيعابية تبلغ 128 طالب وطالبة. 11، تأهيل قاعة الرازي. تم تأهيل هذه القاعة بأجود التجهيزات من خلال عمليات الصيانة والإدامة، وتسع القاعة ل 240 طالب وطالبة وبمساحة 187 مترا مربعا. 12، ملحق مبنى فرع التشريح. ضمن خطط الجامعة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة، وضعت الجامعة نصب عينيها إنشاء عدد من القاعات لتلائم الطاقة الاستيعابية للطلبة، ويتضمن الملحق 6 قاعات لمجاميع الطلبة وبمساحة تقدر ب 450 مترا مربعا. 13، تأهيل مكتب السيد رئيس الجامعة والغرف التابعة له، ويبلغ مساحته 300 مترا مربعا. كما تم بناء جناح إداري لرئاسة الجامعة بمساحة 90 مترا مربعا. 14، إدامة وتأهيل مختبري الأمراض والكيمياء الحياتية. أبت جامعتنا جامعة جابر ابن حيان الطبية في النجف الأشرف على بذل المزيد من الجهود العلمية والأكاديمية والفنية لخدمة أبنائنا الطلبة. طبعا في شهر السابع والشهر الثامن استغلت جامعتنا عطلة أبنائنا الطلبة، قمنا بصيانة شاملة وكاملة ومميزة لجميع المختبرات العلمية، بما يضمن إضافة أجهزة علمية جديدة ومواد ومستلزمات طبية وصيدلانية، وكذلك جهزنا المختبرات بصراحة بالصوتيات والمرئيات، وقمنا بتغيير الإضاءة وإنجاز كل ما يوفر أجواء مناسبة علمية لأبنائنا الطلبة. امتد هذا العمل صراحة إلى تغييرات جذرية في القاعات الدراسية لأبنائنا الطلبة لكل من كليتي الطب والصيدلة. طبعا خلينا في بالنا أنه أن يكون الطالب مرتاح، أن يكون الطالب وضعه بشكل أنه بالمحاضرة يكون أنظاره متجهة إلى السيد المحاضر التدريسي من جامعتنا. طبعا إحنا صراحة لم نركن إلى فقط هذه الجهود، إنما امتد ذلك العمل إلى استحداث قاعات جديدة، استحداث مختبرات جديدة، استحداث أبنية جديدة بمواصفات متميزة ولأماكن عمل متنوعة. يعني هسه احنا في طور إن شاء الله إنجاز قاعة الإمام الباقر، بعد ما كانت أكو قاعة الإمام الصادق إن شاء الله، نفسها قاعة الإمام الصادق الآن في طور إنجاز مختبرين كبيرين متميزين في هذا المجال العلمي. الهدف من عنده إعطاء سعة لمختبراتنا، وكذلك إمكانية استحداث كلية أخرى في جامعتنا الكريمة. طبعا لدينا استحداثات في أبنية جديدة، منها للمختبرات التعليمية، ومنها لفرع طب المجتمع، وكذلك أضفنا بناية جديدة، بناء آخر إلى مختبر المحاكاة. هذا المختبر سيكون متميز إن شاء الله في محافظة النجف الأشرف، إن شاء الله ساعين بتجهيزه بالدمى بشكل يضمن لأبنائنا الطلبة التعلم على هذه الدمى بشكل مميز، وشنو الممكن إنه ما يحصل الطالب من خلال دوامة في المستشفيات، هنا راح يكون عنده تدريب بشكل كبير وبساعات عديدة تضمن له أن يحصل على التعليم المميز. ساعين إلى تجهيز هذا مختبر المحاكاة،
بهاي الدمى والأجهزة لأن نقيم دورات لأبنائنا الطلبة من خريجي الجامعة، وكذلك دورات تدريبية أخرى لمنتسبي دائرة الصحة، وبالإمكان مفاتحة بقية الدوائر في المحافظة لأغراض الدفاع المدني. كذلك نحن الآن قمنا إن شاء الله بإنجاز حوالي 90%، ولم يبقى إلا القليل إن شاء الله، وخلال أسابيع بسيطة إن شاء الله راح نستلم الملحق الإضافي لمبنى الزهراء للأقسام الداخلية للبنات إن شاء الله. كل هذه الجهود صراحة ساعين لأن نظهر الجامعة بمظهر يليق بها في محافظة مثل النجف الأشرف، وللارتقاء بسمعة هذه الجامعة وخدمة لأبنائنا الطلبة، وكذلك لوزارتنا الحبيبة.